أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقة هبينما أعلن سيدة ميديا وهبينما ترادة سوغل إيسا غضب حساسي أي نوصو سعد فضلاً نلاتشوك حوغ حساسي أعيدا ما خوبيسان أو غور دويد حيرتي هولك دورة شغل غلاها شعبتا إيه بلد وينك داعيسي إسلام مركاسنا ورار كيوغدن بيا يالغة هلايا فهد ياسين او كهور تغي لو لانسو وجهي دم عيسى قدوميو كحيقين كبارلوان كفدرالك سوماليا آنكو هرأي ورنكا كيمانا يمقالة بردويني حرون تقبل كهيران ايا شيقيا ان عيدمو كامر قاتا قدوميا هما ملك قبل كهيران ان اي قرد ويدحرتين الباب كلغا قلو هولك دورة شدو كراستا قلها الشعب كيكو يهلا قدا حرد اللمقالة اي مقالة بردويني عيدم دا عدوى قدومي علي جيتا ايا لشيقي ان اي الباب كهولك دورة شدك سوعيليين ارقاد دوران لهيد كرسيغا هوب إبر أفر أو لغو وضي إن ماان تلسو قبقبيها ساقهاتي عاو او داعدي أما إمي كداني دورة شديد أي سعطو حيدا شدع يدمدو هوايسان إي هولك دورة شدع ياي ماني ساحلي قدوميها قبلك أو حالي سو ساري أمر لحريرا إنو هكيي دورة شدع كراس تهارسان إي دورة شدو دو تالا مقالة بلد وينا أو شيغي قدومي علي جيتي إن سببا أمني درتيد أو هكيي دورة شدع كراس تقلها شعبك فدرالك سوماليا وركي قدن بيها تانك صوبة حيا هولكا يا شيغي إن عيدا مري حيرتي هولك دورة شدع لغو قوليستي إن سن نبض آي لوغا ساري هولك إسلامر كاسينا دورة شدع حالك كرسي أو بلاو دي إسلامر كاسينا إمنك أي سعطو مالميهي قدن بيه مقالة بلد وينا أيا وجهي سي حالة عكرنان آهي أو كدالتي دورة شدع كراس تقلها تاسو كدالتي هب مامولكا كراستا او مدحدا سره مدنا او دونيو ان مشرحين غار اي لو حرو حال كمدكا كلنا او دونيو ان كراستا لفستحو اسلامر كاسينا سي حر او حلال اهي اي دادكا او ترتبان سي كستبها اهاتي كرسيغاني عاوة دود دو حوغن داليسي ايا وحا لو فستحي إلا شان مشرح اسلامر كاسينا دورة شديسا امنكا اي سعوتا وحا هوري كرسيغان او فرديي ان مدى اهنا كفرديي حلبان قونا هسا اهاتي قبي اهان بوالو ديدا انو اسو سو شرح كرسيغاسي مشرحين بدن او كوميدياي وزير كي هوري وحبرشدا ايا اسو سو تاغي دينا عكرا لتاليها امنيقا قرنكا سوماليا فهد ياسين حاج الداهر ايا قاضي تلاو او اوغو هرتاغ ايا اللولان حوغن او لقلين لها اسكو دايقا او كدون ايا انو كن نقضو قدومي كحيقينك كوبا ديقولها الشعب كالسيدا اي اوغاتي ورباهنتا فهد ياسين ايا ميشاكا ساري قرش او حلبان كن نقل لها لتاليه هرأي هيا دنسا جنرال بشير قوبي تاسي او سر او قاضي رجديسا قدوميه سيدا اي اوغاتي ورباهنتا كورسيقا هوب توان ايا سيداد او شرحنا بشير قوبي ايا لو استي اي دمر وحانا كسو بيحي دوانا قف او إساقا كين صدي وفهد ياسيني تاسي او ميشاكا ساري ساقرشيهي حلباني مو اي بشير قوبي سيدا اي اوغاتي علان سيدا ميديا ان كرسيغاني لو استي يدو مر ايا وحا كالين حوغن كلها او دادال بدن كو بيحي فهد ياسين حاج الداهر سي آنو بشير قوبي او سوغلين غلوها شعبك فدرالك سوماليا تلا بداني ايا كدigan ان بشير قوبي آنو سوغلي دونين غلوها شعبك اسلامر كاسين آنو اسو شرحينين حلي قدومي كحيقين كوبات او فهد آد اوغو باقاي بشير قوبة انو اسو شرحو هادي او حل لباني من نقضو سيكستوا ان ميشا لغا سارو بشير قوبة كما ديگنا ان فهد او سي سهلان كو قادان دونا كورسيغا بالساوحو اسكا ليحي يي اون ميد كميد احي عقابادها بادان ايكو قدامن انو نقضو قدومي كوحيغين كا كوبات لولان كا كورسيغا قدومي كوحيغين كا كوبات ايا احمد حوغن او ايكو لولامي دونان دي نعيا كالدوان وانا اي ساداشا كوباد اي كوحدا فرماجو كو تجابين ايان اسكو دايقو دا ديب اوغو صلابا شادا حكومكا هدي كوحدا فرماجي فهد ياسين لوغا ادكادا كورسيغا وحي كدigan تهي ان رجدو دا حيكا مدحتيني مدى اي اد اير تهي هالك قول ايكا غاران اي سادال واناكسان سينيسو اسكو دايقان اوكالا ايا قول دا رايس دي ساند كي لابكن تماني تدوا دي ماركي فارا عبدو قادر او صاحب لاها مدحوين حاسا شيخ محمود looga adkaaday doorashadii gudoomiye ku xigeenka koobaad taasi oo muujisay in Xasan Sheekh aanu dib u soo laabanaynin sidaasna ay wax u dhaceen fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah maxaa ka jira mooshin laga keenay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle xilli xiisad xoogan ay ka taagantahay magaalada Baldweyne xillibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xaqiijiyay inuu san jirin wax mooshin ay xilligaani madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar dabageed laga keenay halka wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in mar kale khilaaf xoogan uu ka dhex qarxay asiga iyo Guudlaabe isla markaasina mooshin ayaa hoos laga wadaa mudaneyaashaani ayaa beeniyay wararka saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada iyo warbaahinta ayay tabisay ee la xiriirta in baarlamaanka mooshin ka wadaan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle mid ka mid ah xildhibaanada oo lala hadlay ayaa yiri
walaal ma jirto wax mooshin ah oo hadda Hirshabeelle ka jira waxaan baraha bulshada ayaa uun ka aragnay ayuu yiri xilibanada lala hadlay ayaa sidoo kale sheegay inay baarlamaanka fasax ku kala maqan yihiin oo aysan jirin wax xilibano ah oo baladweyne iyo Jawhar joogo isla markaasina buuxin kara koromka mooshin sidaasna ay been abuur ku tahay wararka sheegaya in Yuusuf Axmed Hagar Dabageed laga keenay mooshin saacadihii ugu dambeeyay warbaahinta gudaha iyo baraha bulshada qaarkood ayaa baahiyay in xilibaano ka badan 60 ay mooshin xilka qaadis ahi ka keeneen madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo khilaaf xoogan kala dhaxeeyo madaxweynihiisa Cali Guudlaabe dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay khilaaf xoogan oo ka dhex qarxay marka la Dabageed iyo Cali Guudlaabe Guudlaabe oo xanaaq xoogan ka qaaday khilaafkaani ayaa doonaya in uu isaga soo tago magaalada Baladweyne waxaa mar kale la sheegay inuu khilaaf weyn soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed xogta la helay ayaa sheegaysa in khilaafka uu la xiriiro qaabka loo qabanayo 3 kursi gaar ahaan kursiga 135 oo ay ku fadhiiso xildhibaanad Aamina Maxamed waa kursiga cadaalada ee kuwaasi oo la sheegay in uu si gaar ah u doonayo madaxweyne ku xigeenka in ay dad gaar ah ku soo baxaan sidaan hore u tabinay Dabageed ayaa ka wakiil ah dhawaan farmaajo iyo dilaaga qosla Fahad Yaasin kursigaani 135 oo ay hore ugu fadhiisay Aamino Maxamed oo ah eedada gabadhii la dilay Ikraan Tahliil ayaa ah kursiga cadaaladda isla markaasina ummada Soomaaliyeed ayaa isha ku haysa sidii loo maareyn lahaa kursigaasi xilibaan aadan kala diray oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in howlaha doorashooyinka uu mas'uul ka yahay madaxweynaha Hirshabeelle isla markaasina cid ka hor imaan karta aysan jirin doorashada Hirshabeelle waxaa mas'uul ka ah madaxweyne Cali Guudlaabe cid kasta oo caqabad ku ah ka baarlamaan ahaan waxaan diyaar u nahay in aan ka hor leexino ayuu yiri xilibaan aadan kala diray taas ayaana muujinaysa khilaafka labada nin ka dhexeeya in mooshin xoogan si hoose loo wado Yuusuf Dabageed ayaa hore meel fagaara ah ugu sheegay inuu boobi doono kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee baladweyne lagu dooranayo taasi oo muran iyo kalsooni darro xoogan ka dhalisay si kastaba ha ahaatee khilaafka soo kala dhex galay ayaa iminka waxaa la sheegayaa in mooshin si hoose loo wado maadaama xildhibaan aadan uu sheegay qofkii madaxweyne Guudlaabe ka hor imaada laga hor leexinayo ka baarlamaan ahaan taas ayaana macnaheeda ah in mooshin si hoose oo xoogan loo wado maadaama Guudlaabe iyo Dabageed ay ismari la'yihiin Dabageed ayaa fila Soomaaliya ballan ka soo qaaday in aysan xildhibaanad Aamina mar kale soo laaban si aysan mar kale ugu doodin dilkii Ikraan Tahliil Faarax oo ay ka dambeeyeen dilaaga qosla iyo ragga ku hoos jira dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale maamulka gobolka Hiiraan oo joojiyay doorashada baladweyne guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in la hakiyay doorashada kuraasta baladweyne sababo amni darro awgeed wararka qaar ayaa sheegay in arrinta la xiriirta khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo isku haya kuraasta in la furo oo la tartamo iyo in la xiro isla markaasina Cali Guudlaabe waxa uu doonayaa in gebi ahaanba kuraasta la furo maadaama isqabqabsi xoogan uu ka jiro hase ahaatee guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa warqad degdeg ah soo saaray isla markaasina sheegay in kuraastaasi la joojiyo amni darro awgeed maadaama weeraro lagu soo qaadi karo xarunta doorashada ay ka socoto Dabageed waxa uu doonayaa in shaqsi loo xiro maadaama lacago uu ka soo qaatay fila Soomaaliya Cali Guudlaabe waxa uu doonayaa in aysan ummadaani isku dhamaanin isla markaasina khilaaf kale uusan ka dhex abuurmin Hirshabeelle oo iminka aad u dabartaran si kastaba ha ahaatee Cali Jeyte ayaa hakiyay laakiin ma la dhagaysan doonaa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.